عندي الخرزة الصفراء دي هي اللي هبني عليها كل واحدة، اروح ماسكة الخيط اللي في الايد الشمال اللي ناحية الخرزة الصفراء واروح مدخلاه في قلب الخرزة الصفراء. تمام كده، يبقى طلع ايه من خرزتين اهم، واضحة؟ هروح حاطة ايه بقى، انا معايا اتنين، هحط كام؟ هحط تلاتة في ناحية، المرة اللي فاتت حطيت اربعة، المرة دي هحط تلاتة لان انا معايا خرزتين، هحط تلاتة، ادي واحد اتنين. مش ده الشكل اللي بيظهر عندي على طول. معلش، انا الاولانيه معايا مش راضيه تربط خالص. حبيبتي شدي بصي، طب انا هوريكي، الله هوريكي ينور في يا حاجة. مسهلة. الله يخليكي يا مستر سام، الله يبارك. بصي حبيبتي الربط بيبقى ازاي، اهو اهي خرزايه اهي من بعيد، وادي الخيط اهو، اروح مدخله كده في قلب الخيط اهي، خلاص. الربط بقى ازاي، اروح ماسكه الطرف مدخلاه تاني كده اهي، شايفه عمل دايره اهي، اروح ماسكه الخيط الناحيه التانيه ما تجيش هنا، واروح ايه ده كده، ده الربط، ده الربط، شايفاه دي كده عملت عقده، العقده دي ادخلها بقى في قلب الخرزه. انا عملت ثلاثه هم في ناحيه، الناحيه الثانيه هحط واحده وهربط في الواحده، هربط ازاي اهو، بروح ماسكه الخيط، بروح ماسكه الخيط مدخلاه في الخرزه تاني لغايه ما عمل عقده اهي، دايره دايره، دي اشدها وامسك الخيط اللي انا لضمه فيه ثلاثه واروح مدخلاه في قلب دي عشان يقفل، عشان يعمل عقده، العقده دي اهي، خطوات اهي بالراحه اهي، شايفين؟ هشد بقى كويس اهو اهي، شديت. انا لو سبتها مشدوده كده هتفك، اعمل ايه؟ اروح ماسكه من طرف واحد واشد علشان العقده تدخل جوه الخرز. على فكره هي سهله، اهي دخلت في نص الخرز اهي، اشد بقى الاتنين مع بعض. تمام اهي، ادي واحد اتنين، ركبت اتنين اهو، انا علشان الوقت عملت اهي واحده بس لسه اخر حته فيها، ولا نكمل مع بعض الخطوات؟ كملي معاهم يا هالة، كملي معاهم. ميس نكمل. طيب ماشي حبايبي، نكمل على نفسها. هعمل ايه؟ اللي هتقولي هعمل ايه بعد كده تبقى شاطره ممتازه. انا عندي الخيطين طالعين من واحده، من واحده اهي. هعمل ايه؟ اروح داخله في الخرزه الصفراء، ما هي الخرز الاصفر دوت اللي ببني عليه ورق اخضر. كل واحدة ببني عليها ست خرزات، ست خرزات في واحدة، يبقى احط خمسة. الخمسة بيتحطوا ازاي؟ انا دخلت اهو، طلعت من اتنين اهو، اروح هنا تلاتة وهنا واحد، هعمل تلاتة، ادي واحد اتنين تلاتة، مش بتكور عندي يا ميس خالص، ايه تلاتة هم. طب خلي ماما معاك جنبك روما، مش كده؟ وادي واحدة وادي واحدة اهي، تمام، وارجع بالخيط نفسه في نفس الخرزاية الواحدة، عملت دايرة، الدايرة دي اشدها واخد اللي في الطرف التاني واروح مدخلاها كده اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ايمان، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبتي؟ الله ينور عليكي. الله يخليكي يا حبيبتي، انت الاستاذه. جميل وتحفه بصراحه، ما شاء الله عليكي يعني، وشجعتيني ان انا اعملها، بس انا عندي طفل صغير مش عارفه اوديه فين. كلنا حابين عيالنا في الله على بال ما نخلص. لا والله انت شجعتيني يعني، وربنا يكرمك يا رب ويبارك لك.
يا رب يخليك. انت برضو شجعتينا لما شفت الميداليات اللي انت عاملاها والسبح. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. تفضلي اتفضلي. كمان ورقه كمان اهي. على فكره ممكن برضو بنعمل الحروف زي ما قلنا، دي ابسط ميداليه اللي احنا بنعملها دي. خلاص بقى اتنين، ادي اتنين، احط تلاتة في ناحية واتنين في ناحية، بعيد نفس الكلام، تلاتة في ناحية، واحد اتنين تلاتة، واحدة في الناحية التانية، واحدة بس. وبقفل في انهي؟ بقفل في الواحدة. بقفل ازاي؟ بمسك الطرف وادخله تاني في قلب الخرزة، خلاص، لغاية ما يعمل الدايرة دي. الدايرة دي اعمل فيها ايه؟ اجيب الخيط اللي في الطرف التاني وادخله فيها واشد اهي، اشد وامسك بس كده عشان ايه؟ اهي اهي اهي، اعمل الدايرة. اعمل ايه لو سبتها كده؟ هتفك. اعمل ايه عشان تجمد؟ اروح ماسكة من طرف، اسيب الطرف دوت شوية كده، اهوي في ايدي واروح ماسكة الطرف دوت واشد، هتدخل. اروح بقى شد الاثنين مع بعض كده، كم خرزة؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ست في كل واحدة، ستة بالواحدة الصفرة دي. باقي كم خرزة من الاصفر؟ اتنين. ادي واحد اتنين، ادي اخر واحدة هعملها اهي بنفس الطريقة. ميسا لسه في الاول، مفيش حاجة عاوزة تتعمل. طب بص انا هخلص دي وهوري لك تاني في الاول ايه اللي بيحصل. واعمل ثلاثة، هلضم ثلاث خرزات، ادي واحد اتنين ثلاثة، تمام، واحدة في الطرف الثاني، نفس الكلام بيتكرر، هقفل الواحدة دي واروح داخلة بالخيط ده في قلب الدايرة دي واشد. لحظة، اهو قربي شويه من الكاميرا يا هلال اهي، تمام. انا كده المفروض هعمل ايه؟ هدخلها في دي وادخلها في دي، اخر واحده بدخلها في دي وفي دي. تسلم ايديك يا هلال. الله يسلمك يا حبيبتي. دي واحده ودي الثانيه، معلش الميداليه نفسها بتتركب فين؟ ما انا هوريك الميداليه بتتركب فين، هوريك. ادي بقى طلعت من كام خرزه؟ من ثلاثه، ادي واحد اثنين، ادي ثلاثه، الخيط طلع من واحد اثنين ثلاثه، دي اخر واحده، دي اخر واحده هعملها. طب انا معايا ثلاث خرزات، يبقى محتاجه كام؟ محتاجه ثلاثه بس، ثلاثه بس. كل مره كنت بحط اربعه، المره دي هحط ثلاثه، ثلاثه، اثنين في ناحيه وواحده في ناحيه. ادي اثنين في ناحيه، ادي واحد اتنين، خلاص ادي اتنين في ناحية اهي. طيب واعمل ايه؟ واروح حاطة بقى ايه الميدالية، اروح حاطة طرف الميدالية. الميداليات دي برضو بتتباع كده عند كل شيء بالوحدة او بالكيس. انا جايبة الكيس دوت في كمية كتيرة كده، تقريبا بعشرين او خمسة وعشرين من الازهر اهي. الميدالية اهي، اروح مدخلاها في قلب الخيط اللي فيه اتنين، خلاص. الخيط التاني فيه ايه؟ هحط واحدة بس، واحدة بس، ودايما بقفل ايه؟ بقفل في الواحدة. اروح عاملة الدايرة دي واروح قافلة ايه. اروح شادة الاتنين دايما، وانا بقفل اهوي طرف واشد من الطرف التاني،
تروح العقدة داخلة في قلب الخرزة نفسها عشان تجمد. بس اهي ادي شكل الميدالية. طيب الخيط الباقي ده هعمل فيه ايه؟ الخيط الباقي دوت هتوهه في قلب الخرز، ادخله تاني في قلب الخرز كده كده، همشيه في الخرز واقص، وبتبقى متينه جدا وما بتتفكش، ولو اتفكت ما بتتفرطش وما بتقعش منها الخرز، وترجعي تصلحيها تاني. يعني لو اتقطع حته منها ممكن ترجعي تصلحيها تاني. اهي كده خلاص انا توهت الطرف دوت، بقص بقى بالمقص. اتوه الطرف التاني برضو. في كمان الخرز الكريستال برضو بيدي نتيجة تحفة في الشغل. ده اسمه خرز درس، ما بيبقاش بيل يعني، مش مالوش ضي يعني، خرز الكريستال له ضي كده، وبيبقى برضو بيدي نتيجة حلوة قوي. اهي تمام كده. تمام. وقلت ممكن الحروف اهي برضو بتبقى شكلها جميل. ودي ميدالية معمولة من الخرز الكريستال، دي كلها من بواقي الخرز اللي كنت بشتغل بيه.